حاسه النهارده اليوم جميل قوي. انتوا كمان لو عايزين اليوم بتاعكم يبقى جميل حطوا لايك وسبسكرايب لكوكي. يلا حطوا لايك حالا حالا. ياه انا نفسي في شيبسي قوي، انا هقوم ادور على شيبسي حالا. ايه ده مفيش شيبسي، الشيبسي بتاعي راح فين؟ انا كنت جايبه 5 كراتين ما اكلتش الاربعه بس. ايه ده فين الشيبسي بتاعي؟ فين الشيبسي بتاعي؟ ده اسوأ يوم في حياتي، اكيد الواد علي والبنت توتي هما اللي اكلوا الشيبسي بتاعي. يوه والله لا هوريهم لما يرجعوا. يوه انا عايزه الشيبسي بتاعي. ماشي انا هروح السوبر ماركت بقى اجيب شيبسي وهخبيه عشان محدش ياكله مني. اجيب شيبسي كتير قوي كتير قوي. اللي حصل لي ده، انت كل حمر وزباله، ده انا كوكي. انا لازم اقوم اجيب الشيبسي. انا جري ورم في المخيخ. انا حاسه اني احولت، بس مش مهم هفطر كوكي الاموره. ايه ده فين العربيه راحت فين؟ خلاص انا هركب السكوتر. انا مش هخلي حاجه تضايقني خالص، هجيب شيبسي وانبسط دلوقتي. انا احب الشيبسي والشيبسي يحبني. اركب العجلة والشيبسي يزقني يزقني يزقني. الله عليك يا كوكي فنانة. سكوتر معفن صحيح، ما بيعرفش يسوق. انا احب الشيبسي والشيبسي يحبني. اركب العجلة والشيبسي يزقني يزقني يزقني. ايه ده يا بنتي انتي ماشية بسرعة ليه؟ انا ماشية بسرعة؟ ايوه انتي كنتي ماشية بسرعة 200 كيلو في الساعة. ازاي يا ضابط؟ ده اسكوتر معفن اخره 10 كيلو في الساعة. يعني انا كداب؟ لا 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 انا بس بقولك الحقيقة. هات المخالفة وخلاص، هتكون بكام يعني المخالفة دي؟ ده أنا كوكي أدفعها على طول. طيب يا ست كوكي عايزين 300 جنيه. على فكرة السكوتر ده بتاع البت توتي، خليها هي اللي تدفعها. أبغى أقول لك خد السكوتر كله، هو مش بتاعي أصلا وهو معفن. لا أنا هبعت لكم المخالفة على البيت. انا هركن بقى السكوتر وادخل السوبر ماركت اجيب الشيبس بتاعي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل؟ مش انا مش انا مش انا مش انا، ده البت توتي هتنفخني. مش مهم مش مهم مش مهم، السكوتر هو اصلا مش بتاعي، اهم حاجة اروح اجيب الشيبسي. انا شايفاه اهو بعينيا ورايا. شيبسي 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 يب 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 يب. شيبسي 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 شيبسي. ايه ده اهبل وسهبل، ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ مسدس مية؟ انت هترشني؟ انت عارف انا كوكي؟ طب والله لو رشتني هدف عليك، علشان مش معايا مسدس. حتى شوف جد عليك جد عليك جد عليك جد عليك. بقولك ايه، ما تجيب المسدس العب بيه شويه شويه صغيرين. انت يا بنت ارفعي ايديكي وهدي الفلوس اللي معاكي.
بص انا هرفع ايدي بس مش هديك الفلوس عشان هجيب بيها الشيبسي. لا هتجيبي الفلوس يا الا هموتك. طيب اقول لك على فكره، انا هديك شويه شيبسي. لا انت حرامي رخم بقى. اقول لك على فكره حلوه، انا هرمي لك الفلوس في الهوا وتجري وراهم وجيبهم. يا حرامي هو ما قاليش دلوقتي نسيب ايدي ولا سيبها مرفعه ولا ايه؟ ده حرامي غبي. انا هدخل البنت اللي في السوبر ماركت اخليها تديني الشيبسي ببلاش. ازيك يا عسل يا اموره، انت يا جميله يا احلى بنوته في الدنيا. ايه الحلاوه دي يا ناس؟ ايه الحلاوه دي؟ ايوه يا حبيبتي، عاوزه ايه؟ انا عايزه واحد شيبسي بخمسة جنيه. طيب وعلشان خاطري يا قمر انتي؟ بخمسة جنيه برضو. لا ده انت رخمة بقى. بقولك ايه، انا من الاخر مش معايا فلوس وعايزة كيس شيبسي. لا برضو مش هينفع. ماشي والله لا كسر لك الازاز ومش هخلي حد يشتري من عندكم تاني. وعلى فكرة بقى انت شكلك وحش. جيالك يا شيبسي تاني يا حبيبي، جيالك وهقلك في بقي. ايو هو ايه ده؟ هو ده اليوم اللي انا كنت بقول عليه حلو؟ تقال يوم الزبالة ده؟ انا مش عارفة حصل لي ايه؟ اكيد الواد علي والبنت توتي عملوا لي حاجة، حسدوني. اتحسدت يا كوكي؟ يا رب اعرف اوصل البيت قبل ما اموت. يا رجلي يا رجلي يا رجلي، حصل لك ايه يا كوكي؟ يا رجلي. ايه ده؟ بيتنا بيولع، بيتنا بيولع. انت بتعمل ايه؟ انت بترش على البيت الغلط، مش هو ده البيت اللي بيولع. انا بيتي اللي بيولع وراه، بص حتى. شكله كويس. ازاي حضرتك ده بيولع وهيبقى فحمة؟ اتصرف. اجري البيت هينفجر. الهبة. انا مش عارفة ايه اليوم الغريب ده. السكوتر ولع وحرامي طلع عليا وكلم خلف على السكوتر ومعرفش اجيب شيبسي ووقعت ورجلي كانت هتتكسر. اليوم الوحش ده يا رب يا رب، انا عايزه ابقى محظوظه وايامي حلوه يا رب. ايه اللي حصل لي ده؟ انا لبسي اتغير ليه؟ بس شكلي حلو. يلا انا هروح اركب بقى السكوتر. ايه ده؟ انا كنت سايبه السكوتر هنا، اتحولت ازاي وبقت عربية بنفس اللون؟ انا هركب العربية بقى، هي خلاص بتاعتي وهتفسح بيها شوية. الله دي عربية حلوة قوي، حلاوتك يا كوكي في العربيات. انا حاسه اليوم بقى حلو قوي، انا هدخل السوبر ماركت يمكن البنت تجيب لي الشيبسي. ايه ده انت تاني؟ بقولك ايه، انا مش معايا فلوس. تاخد المصاصه؟ بقولك ايه، خدي الفلوس دي واجري بسرعه، البوليس بيجري ورايا. انت يا عم، انت يا حرامي، الفلوس انا هعمل بيها ايه؟ ايه ده، كل الفلوس دي كلها معايا؟ انا هاخد 5 جنيه منها وارجع الباقي للبوليس.
ادخل بقى البوليس ارجع لهم شنطه الفلوس واخد 5 جنيه اجيب بيها الشيبسي. ايه ده؟ دي بنت صغيره فوق السطح، هطلع انقذها. اكيد هي بتقولي كوكو كاكا، يعني انقذيني يا كوكي. انت اسمك ايه يا حبيبتي؟ كوكو كاكا. طيب ساكنه فين؟ كوكو كاكا. طيب بابا اسمه ايه؟ كيكو كاكا. هو كل حاجه عندك كوكو كاكا؟ انت مش بني ادمه؟ انت فصيله حيوان يا بنتي؟ هو انت منين؟ انت اللغه بتاعتك كوكو واوا؟ يا ريتني يا شيخه سبتك فوق. طيب عايزه حاجه مني يا حبيبتي؟ كوكو كاكا. طيب بالسلامه انت بقى. كوكو كاكا. ومعنا الطفله كوكي المعجزه اللي انقذت الطفله كوكو جاجا. تحبي تقولي ايه للجمهور؟ احب اقول للجمهور انا اصلا كوكي، احلى بنت في الدنيا، هنقذكوا كلكوا يا بني ادمين علشان انا كوكي هنقذ العالم. انا لقيتها واقفه، انا لقيت فتاه كوكو كوكو بتعيط، رحت داخله وسط النار وخدتها وسط الاسود والاحباش والحمير وخدتها بكل قوه لان انا كوكي. تحبي تطلبي ايه واحنا ننفذهولك؟ حضرتك انا عايزه 5 جنيه اجيب شيبسي. ياه انا جعانه قوي، نفسي في بيتزا. ايه ده؟ البيتزا جت لوحدها ازاي؟ بطلي بيتزا. بس انا ما طلبتش بيتزا، انا كنت بفكر في البيتزا بس. انت حظك حلو النهارده بنوسع فري بيتزا. ايه فري بيتزا دي؟ اوعى تكون بتشتم. مش مهم مش مهم، هات البيتزا وامشي. اليوم بقى جميل قوي، بس برضو ما جبتش الشيبسي. اتفضلي نسيت اديلك الشيبسي. ايه ده؟ ربنا حقق لي كل احلامي، الحمد لله.